ظهرت مؤخرا أدوية تجعل المرأة السمراء بيضاء، فهل تعاطيها أو تعاطي مثل هذه الأدوية حرام من باب تغيير الخلق أو الخلقة؟ نعم هو حرام ما دام يغير لون الجلد تغييرا مستقرا فإنه يشبه الوشم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. أما إذا كان لإزالة عيب كما لو كان في الجلد شامة سوداء مشوهة فاستعمل الإنسان ما يزيلها فإن هذا لا بأس به. ولهذا يجب أن نعلم الفرق بين ما اتخذ للزينة والتجميل وما اتخذ لإزالة العيب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للصحابي الذي قطع أنفه أن يركب عليه أنفا من ذهب لإزالة العيب الحاصل بقطع الأنف، ولعن الواشرة والمستوشرة وهي التي تبرد أسنانها بالمبرد لتكون متفلجة أو نحو ذلك. لكن لو فرض أن في صف الأسنان اختلاف بعضها بارز وبعضها داخل على وجه يشوه منظر الأسنان فلا بأس باتخاذ شيء يجعلها متراصة متساوي. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.